بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحراني من الأردن، وإن شاء الله نستكمل دروس ماسترينج بايثون مع الدرس رقم 47. اليوم إن شاء الله مع مكتبة مهمة جدا، أو هم مكتبتين لكن يؤدوا نفس الغرض، اللي هم الباي دوت بلس والباي دوت. هذول المكتبتين للرسم البياني للمخططات الهيكلية والشبكات التجريدية. زي ما انتم شايفين هاي الجرافس اللي موجودين على الصورة، راح نشوف كيف نسوي هاي الجرافس في بايثون. الأجندة إن شاء الله نتعرف على أول شيء شو معنى الجراف، بعدين نأخذ الباي دوت بلس نحكي عنها overview، نعطيها examples ونشوف كيف نتعامل مع الدوت فايلز، بعدين نشوف كيف نسوي الجرافس عن طريق الكود نفسه building كل النودز تبعات الجرافس بالكود، بعدين نحكي على plotting decision tree classification، مثال على كيف ندخل هاي libraries في machine learning، بعدين راح نحكي على by dot overview معطيها examples. الآن what is graph؟ زي ما انتم شايفين هاي صور بعض examples على الجرافس. طبعا اللي دارس computer science أو software engineering أو أي related field للcomputer science يعني سمع بالمثلا باينري جرافس هاي، او عمل هاش تيبلز بالطريقه هاي، او سوى جرافس عن طريق الرسم هاي الرسومات في الرياضيات او بالهندسه او اي رسم من هذول الرسمات، او اللي اشتغل بالماشين ليرنينج الديسيجن تري شاف هاي الرسمات. فيا ترى كيف ما هي هاي الرسمات وكيف ممكن نرسمها في بايثون؟ هاي كل الرسمات تسمى جراف في الكمبيوتر ساينس، وفي منها انواع كثيره راح نتناول معظمها، وراح يكون هذا الدرس ثري جدا في رسومات الجرافس. الموضوع سهل جدا جدا يعني فوق ما تتصوروا، الموضوع سهل سلس، في امثله كثيره ان شاء الله نعطيها على الموضوع. فالجراف سمبلي الجراف هو مفهوم رئيسي في الكمبيوتر ساينس في علوم الحاسوب، وهو يعني ريبريزنتيشن على هيكليه البيانات الداتا ستراكشر. والجراف بكل سهوله بتكون من شيئين، النودز والايدجز. الايدجز او اوش النودز، النودز اللي هم العناصر الاساسيه. لو اخذنا هذا المثال اي هي عنصر اساسي، بي عنصر، سي عنصر، واي ودي. الروابط بيناتهم بسموه ايدجز، اللي هم الخطوط الموصله بين هاي النودز او بين هاي العناصر. فمن الان فصاعدا بدنا نسمي هاي نودز، بدنا نسمي هاي الايدجز، عشان ناخذ يعني في كل هذا الدرس نظلنا ماشيين في مفهوم واحد. الان ندخل على بايثون ونشوف شو المكتبات اللي بنتعامل معهم عشان نرسم الجرافس. في عندنا مكتبتين، الباي دوت والباي دوت بلس. الباي دوت بلس هي نسخه محسنه من الباي دوت، المشروع الباي دوت اللي هو اصلا انترفيس ل شيء مهم جدا ومكتب مهم اللي هي جراف فايس. هاي بتتعامل مع الدوت لانجوج، راح نتعرف على كل الكومبوننتس هذول. فالباي دوت هي عباره عن انترفيس اول شيء للجراف فايس. الشغله الثانيه بتعمل بارسنج للدوت لانجوج، نعرف بعد شوي شو معنى دوت لانجوج وكيف نستعملها. وهي اللايبرري مكتوبه في بايثون. النسخة الجديدة اللي هي باي دوت بلس اللي أنا بنصح دائما تستعملوها، كومباتبل وذ الباي بارسينج 2 وشغالة مع ال 2.7 والبايثون 3، وبعدين ويل دوكيومنتد يعني الدوكيومنتيشن تبعها كثير متوفرة وممتازة وتستد، ويعني مور تراستد ذان الباي دوت. فأنتوا استعملوا الباي دوت بلس اللي أنا راح أعطي أمثلة كثير عليها، وراح أتناول المكتبتين في كلا الأحوال. راح نبدأ إحنا بالمكتبة الأولى، بس خلينا نشوف اول شيء شو هي الجرافايز. الجرافايز هو برنامج مفتوح المصدر للرسم البياني، وهو طريقه لتمثيل المعلومات الهيكليه، الرسومات البيانيه والشبكات التجريديه، ولها تطبيقات كبيره جدا في مجالات عديده جدا. فهاي يعني الكور لايبريز اللي بوث باي دوت وباي دوت بلس مبنيه عليها. هلا حتى اعمل انستليشن، اما اذا انا عندي بعمل بيب انستول باي دوت، او اذا انا عندي انا كوندا بقول كوندا انستول باي دوت. نفس الشيء في الباي دوت بلس، بيب انستول باي دوت بلس او كوندا انستول باي دوت.
نبدأ نأخذ أسهل برنامج أو أسهل إشي على الموضوع. إذا أنا بدي أرسم مثلا هاي الجراف في بايثون شو بسوي؟ كيف برسمه؟ Very simple. بعرف أنا string عندي بعمل import أول شيء by dot plus. إحنا راح نبدأ أول شيء بال by dot plus نأخذ عليه أمثلة كثيرة. بعدين آخر الشرح بنحكي على by dot. ف my graph بعرف my graph عبارة عن text اللي هي بين double quotations بسميها graph. فأنا بدي أرسم graph وبحط بين parentheses الجراف اللي أنا بدي أرسمه. فهون بدي أرسم أنا حسام نود اسمها حسام two dashes يعني موصولة إلى A موصولة إلى A زي ما أنت شايفين حسام A موصولة إلى A semicolon semicolon يعني في عندي إشي ثاني بدي أسوي اللي هو A هاي الـ A موصولة كمان مع B فـ A وB وحسام عبارة عن نود موصولات زي ما أنا عرفت حسام موصول لـ A و A موصول لـ B هاي الديت الموجود عندي هنا بسترينج كيف بدي ارسمها بقى اقول انه graph underscore a او بعرف اي variable بدي اي object بدي اياه name يساوي by dot plus اللايبرري اللي انا عملتها import dot graph underscore from underscore dot underscore data from data بدي اعمل هاي الديتا اللي عندي واسم الديتا اللي هي my graph فكل ما انا هناك بقول له graph underscore a dot write png اكتب لي على png طلع لي image وسميه test 2_6.png او اي اسم بدكم اياه انتم هون بس .png فهون بس اشغل البرنامج هذا راح يعطيني على نفس الفولدر اللي انا شغال عليه بالبايثون نفس الفولدر نفس الدايركتوري اللي شغال عليه انا الكرنت فولدر هاي الايمج فاذا رحت عليها وشوفوا انه في خلق ايمج اسمها test2_6.png وهي الايمج زي ما انتم شايفين هاي اسهل طريقه اني انا بكتب فيها string معين وبستعمل dot underscore data لأن بعد شوي راح استعمل إشي ثاني هل هاي أسهل طريقة وأفضل طريقة؟ هاي طريقة سهلة بس في طريقة أفضل من أني أكتب strings في طريقة أني بكتب بقرأ من files text files وأسا نشوف كيف هاي عندي أنا مثال أنا سويت ملف سميته demo 2 او سميه باي اسم بدك اياه دوت 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 هاي لازم تكون موجوده مهمه جدا اللي هي لانجوج معينه بتعمل بارسنج لتكست بطريقه معينه فجوه التكست هذا شو كتبت انا دياجراف يعني دايركشن جراف وسميته ديمو 2 هذا الجراف وحطيت بين بارنثيسيز قلت له النود اسمها حسام داش اكبر يعني يذهب الى او متصله ب ال1 فعندي نود اسمها حسام وعندي نود اسمها L1 وL1 كمان متصلة مع sub1 فسي عندي 3 نودز حسام متصلة مع L1 متصلة مع sub بالطريقة هاي سيمي كولن حسام كمان متصلة مع L2 وL2 متصلة مع sub3 وكمان L1 موصولة مع sub2 وL2 كمان موصولة مع sub4 عندي هيك صار عندي عدد من النودز وصلتهم بطريقه والطريقه اللي وصلت فيهم عملت بس داش وعملت الجريتر ساين كانها هاي بتحكي لي انه هاي حصص الحسام ل L1 وL1 وصلها كمان لصب 1 وهكذا فهسه عندي ملف اسمه ديمو 2 دوت دوت كيف بدي انا اقرا واسوي انا ايمج كل ما هنالك شو بسوي بقول له امبورت by dot plus بقول له graph underscore a يساوي by dot plus dot graph from dot file from file اللي قبل شوي سوينا data هالمرة بقول dot file اقرأ من file يعني وسميته له قرأته أنا اللي هو demo 2 dot dot اللي هو نفس الملف هذا فلازم نتأكد إنه هذا البرنامج موجود على نفس الفولدر هذا اللي هو الكرنت فولدر اللي شغالين عليه بعدين بقول له graph dot write svg svg هو نوع XML format بخزن في هذا الملف فبقدر اني اعمل له براوزنج عن طريق ال HTML فلما اقرا هذا او لما انفذ هذا البرنامج شو راح يسوي لي؟ راح يقرا هذا الملف اللي هو ديمو وراح يرسم هاي الرسمه اللي انا سويتها هون فلاحظوا لما عملت تنفيذ وعملت رن سوى عندي ملف خزنه على الكرنت فولدر سماه test2.svg SVG اللي اختصار لـ Scalable Vector Graphics وهي XML Vector Image
ممكن انها تظهر بالبراوزر بالطريقه هاي. فانا لما عملت رن وعملت دبل كليك على هذا الملف اللي هو اسمه test2.csvg ظهر عندي هاي الرسمه. فلاحظوا انه هاي حسام موصول مع ال1 موصول مع sub1، حسام موصول مع ال1 موصول 1، كمان حسام موصول مع ال2 موصول مع sub 3، هي sub 3. بعدين ال1 هي ال1 موصوله مع sub 2، هي ال1 موصوله مع sub 2، بعدين سيمي كولون ال2 هي ال2 موصوله مع sub 4. فقدرت اني اسوي هاي الرسمه بكل سهوله واريحيه، يعني عن طريق اني عملت ملف صغير جدا فيه 3 statements، قرات هذا الملف عن طريق هاي الجمله اللي هو هذا الملف، وخزنت الملف عندي على test.svg. طبعا هل في other formats بقدر اخزنها؟ طبعا هلا بنشوف examples، بنشوف كيف بنخزن على other formats. بس قبل هيك لاحظوا انه هذا الملف بدل ما اكتبه بطريقه هاي يعني صعب اقراه، ففي طريقه ثانيه اكتبه اللي هي افضل البيست براكتسز، افضل الحلول اللي انا بعمل ما يلي. بقى بسوي هذا الملف بطريقه هاي ديمو 2 دوت دوت، بسميه ديجراف ديمو 2، نفس الاسم الديمو 2 او ممكن تسمي انت اي اسم ثاني بدك اياه. قلت له حسام ذاهب الى ال1 ويذهب الى او متصل ب sub 1، حسام ذا كمان متصل مع ال2 ومتصل مع sub 2، فصار عندي 3 نودز هنا، وهي بعدين عندي نود وعندي نود ونود، بعدين ال1 موصول مع sub 2، هي نود 2 نودز جداد، وال2 موصول مع sub 4. فبالطريقه هاي اسهل الى القراءه. فمن الان فصاعدا بنصير نكتب الدوت فايلز بالطريقه هاي لانها سهله للقراءه وسهل انك ترجمها. فهي حسام موصول مع ال1 مع sub 1 زي ما انتم شايفين هي من هون، بعدين حسام موصول مع ال2 ومع sub 3، بعدين ال1 موصول مع sub 2، هي ال1 موصول مع sub 2، بعدين ال2 موصول مع sub 4، ال2 موصول مع sub 4. هاي هي الطريقه السهله جدا اني انا بقرا دوت ملف دوت دوت وبكتب فيه التري اللي بدي اسويها انا. طبعا في اشكال والوان وغريبه عجيبه، راح نشوف كيف احنا بنسوي هاي الاشكال بعد شوي، وبقرا عن طريق هالثلاث جمل الموجوده عندي. في طريقه اني اخزن اذر ذان الاس في جي، نعم في مثلا ممكن هون اخزن عن طريق اقول له رايت بي ان جي test2.png. فهي اقرا هاي الملف زي ما انتم شايفين، هي حسام متصل ب ال1 متصل ب sub 1 وزي ما حكينا قبل شوي، وهو بدل ما قلت له رايت ل اس في جي قلت له رايت تو بي ان جي، فهي سوى لي ايمج وخزنه على الكرنت فولدر، وهي الايمج اسمه test2.png. فهيك قدرت اني بدل ما اطلع على اس في جي اطلع على بي ان جي اللي هو جرافيك فورمات، ملف رسومات. فثلاث جمل نفس الثلاث جمل اللي قبل شويه، ما عدا اني غيرت هاي الجمله خليته يكتب على بي ان جي عشان يطلع لي ايمج بدل ما اني اروح على براوزر واطلع الرسمه من خلاله. فبالمختصر ملف ديمو 2 دوت دوت هي فيه تكست معين انا كتبته، طبعا هذا التكست انت تكتبه بالنوت باد اذا بتحب او حتى بالبايثون العادي، بس تاكد انه دوت دوت مش دوت بايثون بالغلط وبعدين ما تقعد تدور على ملفات. اهم شيء تتاكد انه الملف مظبوط اللي انت سويته وبنفس الدايركتوري تبع هذا البرنامج، عشان ونفس هذا الاسم موجود هنا، فانا بقرا من نفس الاسم وبخزن الايمج على ايمج معين. الان هل في ملفات انواع اخرى ممكن اكتب عليها؟ طبعا في، زي المثال اللي راح نشوفه راح نشوف بي دي اف فايل. فانا قرات هذا التكست فايل اسمه ديمو 2 دوت دوت وحطيته هون، هيو الكود تبع البايثون، وبدي اكتب رايت اندرسكور بي دي اف، رايت تو بي دي اف، هون راح يودي لي على بي دي اف فايل. فهي البي دي اف زي ما انتم شايفين هي البي دي اف ريدر، وقرا عندي انا البي دي اف ورجاني اياه. فصار عندي هون ثلاث انواع، اس في جي، بي ان جي، وبي دي اف. فهي ثلاث انواع اللي قدرت اكتب عليهم انا واللي اعطتني فلكسبيتي كبيره جدا بالموضوع. طيب الان بديش اظني انا اكتب هذا البرنامج، احنا بهمنا نفهم تركيبه الدوت دوت ونشوف كيف راح تطلع عنا الرسومات. البرنامج هذا راح يكون واحد نفسه، بس بتغيره هون بالتكست وبتغيره مثلا اسم اللي بتكتبه عليه
اسم الملف، ولكن هو الثلاث اسطر هذولا نفسهم في اي ريدنج لاي ملف دوت ديمو ديمو او اي ملف دوت دوت. فمن الان فصاعدا بدنا نركز على الملفات الدوت ونشوف كيف احنا بدنا نقراها اكثر ونشوف خصائصها وكيف نسوي رسومات معقده وشو انواع الرسومات والخصائص تبعتها. طب هذا بس مثال كمان كيف انا بدي ارسم. زي ما انتم شايفين عندي هنا A رايح ل B و B رايح ل C و C رايح ل D، A رايح ل B رايح ل C رايح ل D زي ما انتم شايفين ورا بعض كلهم، و C رايح ل A و D رايح ل A. فلاحظوا سيمي كولنز بين النودز. فزي ما انتم شايفين انا صار عندي كمان ملف نفسه، هي ملف قرأت فيه هذا الدوت فايل هيو اسمه ديمو دوت دوت، وخزنته على تيست دوت اس في جي او اذا بدكم بي ان جي او دوت بي دي اف. فلاحظوا شو رسم عندي هون، الرسم بكل سهوله، رسم A يذهب الى B يذهب ل C يذهب الى D، و C ذهب الى A، هي C ذهب ل A، و D ذهب ل A. فهي اكزامبل كمان على الموضوع. كمان بس نشوف اكزامبل واحد عشان ننتقل ل ناخذ كثير من انواع من الجرافس. الرانك دايركشن، نشوف ايش بتسوي الرانك دايركشن. اذا شفتوا قبل شويه الرسومات جايه من يعني من الاعلى الى الاسفل، فانا بدي اسوي مثلا تروح من اليمين من او من من اليسار الى اليمين، من الليفت تو رايت، ليفت تو رايت، يعني بدي ارسم رسمه بالطريقه هاي. فنفس الشيء بس بقول له هنا جوا التكست فايل سميته انا طبعا الجراف جي، هون ممكن اسمي اي اسم بدي اياه، بس ضروري احط الدي جراف اللي هو دايركشنال جراف. قلت له رانك دايركشن من اليسار الى اليمين، من الليفت للرايت سيمي كولون، وقلت له في عندي نود بين دبل كوتيشنز اسمها ويب جراف، هاي تذهب الى متصله للات، والات متصله بالجيميل، الجيميل متصله بدوت، والدوت متصله بالكوم. فسوى الجراف من اليسار الى اليمين وحط هاي النودز اللي حطهم بين الكوتيشنز هاي زي ما انتم شايفين هيهم، وخزن لي بثلاث جمل هذولا على اس في جي اس في جي، وقدرت من البراوزر تبعي افتح هذا الملف. وطبعا ممكن تعمل رايت ماوس كليك عليه هذا الايمج وتخزنه كايمج عادي، يعني حتى من الاس في جي من البراوزر ممكن تعمل رايت ماوس كليك عليه وتخزنه، او ممكن تعمل سناب شوت للايمج هذا وتاخذه على البينت مثلا وهتعمل عليه مانيبيوليشن. فهذا اكزامبل تعلمنا فيه هون كيف اعمل الرسمه من الليفت للرايت، من اليسار الى اليمين بالطريقه هاي تكون الاتجاهات. طيب بس خلينا ناخذ شوي شوي الان ونفسر اكثر وناخذ الامور بتفصيل اكثر. الان من الان فصاعدا مش راح اجيب البايثون كود الثلاث اسطر لانه شرحتهم باربع خمس سلايدز اللي راحوا. انا بدي اصير اغير بس بالدوت دوت، يعني هذا سموه ديمو دوت دوت وغيروا فيه زي ما بدكم واقرأوا. فاول مثال خلينا نشوف كيف الدوت بيشتغل. الدوت باخذ اول شيء جراف او دياجراف. جراف يعني جراف عادي بدون اتجاهات. الدياجراف يعني دايركشنال جراف. طيب بفتح هون برانثيسيس جوس، السلاشز هذولا اذا بحط اي شيء فيهم هي عباره عن كومنتس، يعني بس إلي للقراءة، يعني ما ما ما, ما لا تؤثر على أي شيء بيطلع بالجراف. هاي بس عبارة عن documentation. فأنت بدك تحط شيء معين هون، مثلا this is T style comments work، فهي ما بتأثر على الإطلاق، فهذول double slashes ما بيأثروا. هون قلت له A متصل مع B، two dashes يعني متصل. فعندي نود اسمها A ونود اسمها B، هي نود اسمها A وهي نود اسمها B، في اتصال بيناتهم. فلما اعمل بايثون كود 3 لاينز واقرا هذا الملف ونفذه بيطلع عندي هاي الايمج. طيب كيف بدي اسوي دايركشنال جراف؟ بقول له بدي اسوي انا دايركشنال جرافز، يعني في دايركشنز، وبقول له A تذهب موصول الى B، بس لاحظوا حطيت الاشاره الاكبر داش مع اشاره الاكبر، هون كان بس عباره عن تو داشز، هون داش مع اشاره اكبر، يعني A تذهب الى B، فبسوي لي سهم من A ل B، فهي سوى لي سهم من A ل B زي ما انتم شايفين. طيب ناخذ كمان مثال،
ديجراف خلي لي رانك دايركشن جهة الجراف كله من اليسار إلى اليمين. طبعا في توب أب في أي دايركشن بدك إياه بتحط هنا بتشوف الدوكيومنتيشن. هنا قلت له أنا أسوي لي دايركشن اتجاه الجراف من اليسار إلى اليمين بدل ما يكون من الأعلى إلى أسفل. فقلت له A متصل مع B بسهم ومتصل مع C كله directions، فسوى لي A ذهب لل B ذهب لل C. فلاحظوا ما سهل الموضوع، الموضوع سهل جدا بس أسه في graphs معقدة أكثر وفي كثير أشياء ممكن تشوفوها. هنا مثلا قيل له هنا مثلا graph A متصل مع B، B متصل مع C، A متصل مع C، D متصل مع C، E متصل مع C و E متصل مع A. فرسم لي الجراف زي ما انتم شايفين هون بالطريقة اللي أنا عرفت له إياها. هاي A، هاي A رايح لل B، و B و B رايح لل C، هاي B رايح لل C، و A رايح لل C، هاي A رايح لل C، و D رايح لل C، هاي D رايح لل C. لاحظوا يعني كل ما هنالك أنتم بس بتعرفوا النودز والإيدجز اللي بين النوت، وكل ما هنالك ترسم هاي الرسمة بكل سهولة وبكل وضوح. خلينا نشوف رسمات ثانية. هاي الرسمة مثلا عندي A رايح لل B، B رايح لل C، C رايح لل D، و D رايح راجع لل A. هاي يعني من A B C D، A B C و D، هاي بالطريقة هاي. طب يا ترى لو أنا بدي أسوي على الأسهم هاي أحط ليبل معين بقدر؟ يس أي كان. هاي مثال قلت له A رايح لل B، قلت له بين سكوير برانثيسيز قلت له شغلتين، قلت له ليبل خلي لي 0.2، فبدي يعمل لي هسه من A ل B، هي من A ل B، وخلى لي الليبل تبع هاي يعني الكتابة عليه 0.2، هي 0.2، وبحط الويت جوا كمان 0.2، فبصير تتفاعل مع هذا انت مع الويتس. طبعا مش شرط تكتب انت ويتس، بس انت هاي ثبتت الويت داخليا، فاذا حطيت الليبل بس يساوي 0.2 خلاص هاي بصير 0.2. فليبل يساوي بين دبل كوتيشنز او سنجل دبل كوتيشنز 0.2 كوما الويت يساوي بين دبل كوتيشنز 0.2، والاي لسي هي اي لسي 0.4، هي 0.4 وهكذا. فشوفوا انا رسمت هنا ويتد جراف، اللي ماخذ داتا ستراكشر او ماخذ الجوريثمز راح يشوف انه هذا الموضوع كثير مهم وسهل جدا عن طريق ملف و 3 lines of python code قدرت اني اسوي هذا الموضوع. خلينا نشوف examples اخرى. طب كيف بدي اتحكم انا بالشيب تبع النود؟ لا افرض اني بدي اسوي نود دائره ونود مربعه، ومش بس هيك بدي اسوي سهم بالطريقه هاي مش سهم كامل، بقدر اسويه يس اي كان. بقول له دوش دايركشن هي من الليفت للرايت، رايح من هون لهون مش نازل لتحت يعني. A في عندي A الليبل تبعها عرفت هون بس نود، شايف هون كاتب له انا نود طوالي بس لحالها، نود اسمها A الليبل تبعها فيرست نود اللي هي فيرست نود جوا. فانا عرفت لاحظوا نود وعرفت لها كمان ليبل، وقلت له الشيب تبعتها ايش يساوي؟ سيركل. هي الشيب يساوي سيركل. البي عبارة عن نود الليبل تبعها سكند نود، والشيب تبعها ايش؟ سكوير، هي مربع. الان قلت له سوي لي ايدج، سوي لي اتصال بين A وبي، هي A ذاهب الى البي، وقلت له خلي لي الارو هيد الراس تبع الارو تبع السهم خليه يساوي هاف اوبن، هاف اوبن. فلما قلت له هاف اوبن شوفوا شايفين كيف عمل السهم، فلاحظوا قديش الدقة بالموضوع وقديش سهل الموضوع. عرفت تو نودز وكتبت ليبلز معينة، فهسه بطل يكتب لي هون A لأنه في لها ليبل، كتب لي الليبل تبعت A اللي هي فيرست نود، وبطل يكتب لي هون B كتب لي الليبل تبعها اللي هي سكند نود، وحط الشيبس مرة سيركل ومرة مربع وعمل الأرو زوايا بالطريقة هاي. نشوف هلا إشي مهم اللي هو سيم رانك، سيم رانك. طيب يا ترى لو انا قلت له هون A ذهب لل B، قلت له A ذهب لل C، هي A ذهب لل B و A ذهب لل C متصل مع C، وقلت له C متصل مع D، C متصل مع D. لاحظوا السلاشز هاي ما عبارة عن كومنتس
يعني ما بتنفذوا كومنت سيس عشان تقرأوهم وتستفيدوا منهم انتو، بس هو ينفذ اي شيء ثاني غير السلاشز هذول. فبده يعمل لي هون رانك دايركشن من الرايت من الليفت للرايت، بده يعمله بالطريقه هاي، زائد سوى لي 3 نوتس اي بي اي سي وسي دي زي ما انتم شايفين هون. طيب شوفوا كيف رسمها الرسمه هاي. افرض اني انا بدي ارسمها بالطريقه هاي، بدي اخلي الاي يم تحت البي تحت السي، البي تحت السي جاي، لاحظوا انه هنا بي بعدين جاي سي لحالها بعدين بعدين جاي دي. وهذا جراف مثلا مش عاجبني، يعني بدي اسوي يعني ترتيب معين لهم. كان اي دو ترتيب؟ يس اي كان، بطريق هذا الكود. فاذا بتلاحظوا عندي دايركشن عباره عن ال ار، هي من ليفت للرايت. طيب قلت له اي ذهب للبي واي ذهب للسي وبي سي وسي اي دي زي ما هو مكتوب هون بالضبط. بس هون شو قلت له؟ قلت له سب جراف اعمل لي سبس الى الجراف، والرانك خليه سيم. هسه في عندي شيء جديد اسمه رانك سيم، يعني نفس الترتيب نفس الاتجاه او نفس الـ يعني الاتجاه الايتمز. قلت له سيم الرانك للبي والسي، هذول سيم هذول سيم، فحط للبي والسي فوق بعض. لاحظوا هون البي والسي ما كانش فوق بعض، كانوا مرتبات بطريقه عشوائيه ورا بعض، هون صاروا تحت بعض. فهون انا عملت زي سب جراف وتاكدت انه بي وسي يكونوا على سيم جراف، على سيم ترتيب السيم. لاحظوا كيف البي وسي اجى بترتيب معين. خلينا الان نشوف كمان جرافس ونشوف كيف ممكن نتحكم باشياء كثيره. هون قلت له اي بي اي بي دي سي دي سي اف، هي اي بي دي سي اف متصلات بدون اسهم بس اتصال مباشر. وقلت خلي لي الكلر له ريد، الكلر يساوي ريد احمر، والبيد ويث 3 يعني غامق. فزي ما انتم شايفين هي عمل اي سوى احمر بيناتهم، بي دي سي اف هذول سوى لي اياهم باللون الاحمر الاجز بيناتهم. الباقيات بي وسي، هي بي وسي ما سويت لهم كلر معين، خليته باي ديفولت اللي هو اسود. والباندويث البن ويث تبعه الويث يعني عمق البن خلي لي هون 3، اما هذول الاشياء الثانيه عباره عن عادي. فلاحظوا الاحمر غميق يعني غامق طلع، والعاديات كلهم عباره عن بس ارتباط مباشر. فزي ما انتم ملاحظين بتحكمت الان بالكلر وبالبن ويث. خلينا نشوف مور اكزامبلز. هنا شوفوا عملت جراف وقلت له A عبارة عن نود الليبل تبعها فو، هي الفو، B الشيب تبعها بوكس، هي B الشيب شوفوا تبعها بوكس بس ما حطيت لها ليبل، خليتها B ال A بس غيرت الليبل. فلاحظوا انتم ممكن يعني تنوعوا بين الخصائص، مرة تحط A بدي أشياء معينة فيها خصائص معينة، ال B خصائص أخرى وهكذا. A B C الكلر بلو، الكونكشن بين ال A و B و C كلر بلو. فلاحظ ال A هي ال A اللي هي الليبل تبعها فو، هيها أزرق، وبين ال B وبين ال C هي أزرق. بين ال B و D عملت ستايل، قلت له عبارة عن دوتت، دوتت يعني إنه الخط مقطع بالطريقة هاي. فلاحظوا كيف أنا صرت أسا أنوع وأشكل في جرافس. خلينا نكمل الآن. هي هنا عملت هنا جراف، لاحظوا كيف انا ممكن هسه اختصر المواضيع شويه. فبدل ما اقول له هسه A يذهب الى البي بعدين A يذهب للسي بعدين A يذهب للدي، جمعت البي والسي والدي بين برانثيسيز بين اقواس زي ما انتم شايفين، وقلت له A ذاهب للبي والسي والدي مع بعض مره واحده. تلاحظوا هي A ذهبت للبي وللسي وللدي، بعدين هذولا الثلاثه هي كلهم الثلاث ذهبات لوين؟ للاف. فالبي والسي والدي ذهبات للاف، هي بي سي دي ذهبات للاف. هي هيك كيف انا قدرت اني مره واحده اخلي اي تذهب الى عده نقاط، وهي النقاط كلها تذهب مره واحده الى نقطه معينه او الى عده نقاط اذا بدي. هي هنا مثال اخر على ريكورد. ريكورد هي اللي بسموها مربع بس فيها ديتا معينه. هسه بنشوف عده امثله والجاي عده امثله كمان. هنا قلت له دايجراف ال سميته، قلت له النود نود اي نود بدي اشتغل عليها، قلت له الشيب تبعها يساوي ريكورد، فالشيب تبعي يساوي ريكورد، فالريكورد بيظهر معي بالطريقه هاي.
مستطيلة مع عدة items جواتها. والفونت نيم Arial، فتحكمت حتى بالفونت تبع هذول اللي جوا في Arial. قلت له A الليبل تبع A 1 slash L 2 يعني left aligned 2 3 هي 2 3 left aligned، عملت alignments على left side مش right side، عملت يعني بالعربي جبت ال 1 وال 2 3 خليتهم left aligned، بعدين ال 4 5 6 7 كمان left aligned 4 5 6 7 بالطريقة هاي. طيب لاحظوا ال B خليت لهم alignment بطريقة ثانية، فقلت الليبل عبارة عن B، الليبل عبارة عن 1 slash N خلي ليهم يعني بالوسط 2 3 و 4 5 6، فعمل لي اياهم بالطريقه هاي اللاين بالطريقه هاي. اخر شيء السي خلي بدي اخليهم رايت، فقلت له 1 سلاش ار هي باك سلاش ار يعني اللاين رايت، فخليت ال1 وال2 3 5 بالطريقه هاي. وقلت له بعدين ابني لي الساعة A ذاهب للبي ذاهب للسي، هاي A النود اللي هي A ذهب للA ذهب للسي A B C بالطريقة هاي. فقدرت أتحكم هنا بهذا الريكورد، فعملت هذا ريكورد في معلومات، هذا ريكورد في معلومات، وهذا ريكورد في معلومات. خلينا نشوف هسا تكست، بقدر أسوي خاص تكست مباشرة بدون شيبس yes I can. فقلت هنا graph rank rank direction left to right، شوفوا الطريقة هاي قلت الجراف، فعملته من اليسار إلى اليمين، وقلت له النود كل النودز هيك، لما اكتب نود يعني كل النودز اللي بيشتغل عليهم الا اذا في نودز هون صار اكسبشنز عليهم. النود اب شيب يساوي بلين بلين تكست، بلين تكست يعني تكست عادي بدون شيبس. الاج الارو هيد، الارو هيد يساوي في، حرف الفي تقريبا زي حرف الفي فكبرتها، والارو سايز 2 كبرت الارو. فحسام عندي نود وبايثون عندي نود، قلت له حسام ذاهب الى بايثون، فهي حسام متصل في بايثون. لاحظوا كيف ما أسهل الطريقة هاي اني قدرت اعمل الجراف هذا بالطريقة هاي. فلاحظوا كيف تنوع الجرافز اللي صارت. مثال جديد، لاحظوا هنا شو بدنا نسوي، بدنا نرسم هاي الرسمة. الان هنا قلت له the graph box underscore underscore and underscore circle اسم الجراف مكتوب اي نيم. قلت له هنا الجراف الجراف الفونت سايز يساوي 10. لاحظوا انه كمان الهاش تعمل عمل السلاشز عبارة عن كومنت. فالجراف قلت له لكل جراف الفونت سايز شو يساوي 10، فانا حددت شو الفونت سايز للجراف الديفولت. الان قلت له النود، في عندي نود اللي هي الشيء تبعها بوكس، والفونت نيم اسم معين، وقلت له النودز هذول اللي بالطريقه هاي اللي هم A B C D E F، فحدد لي كل النودز A B C D F. لاحظوا ال A B C D F كلهم عباره عن اللترز، عباره عن ايش؟ عن شيب بوكس، هي الشيب بوكس تبعته. بعدين قلت له نود الشيب عباره عن سيركل ل فيكست سايز يساوي ترو، الويدث يساوي 0.9، او بتتحكم انت قديش بدك انت السيركل سايز تبعها. قلت له النود هاي تابع لها نودز اسمها 1 2 3 4 5 6 7 8. الان ببني اللايرز كلهم، بقول له A تذهب الى الواحد، بعدين ال A B يذهب الى 2، بعدين ال B يذهب الى 3، B يذهب الى 4، C يذهب الى ال A. فزي ما انتم شايفين سوالي كل الرسوم بالطريقه هاي. فهنا شو اللي تعلمناه جديد؟ عملت ست للفونت سايز، عرفت اني بقدر اسوي اكثر من نود تايب، فبخلي انا شيء مربعات وشيء دوائر، وبحط اشياء معينه شيبس بطريقه معينه بتحكم بالفونت سايز. هون تحكمت الفونت سايز لكل جرافز، هون السايز تبعهم 10، بس هون الفونت شيء معين، هاي له فونت ممكن تتحكم فيه هذا الشيء اخر وهكذا. خلينا نشوف كمان ريكوردز، احنا اخذنا بس مثال بسيط على الريكورد، بس هون بنشوف مثلا مثال كيف اني اسوي ريكورد بالطريقه هاي. فهون قلت له this is right to left رايت right. تلاحظون من اليمين لليسار مش من اليسار لليمين، فهاي ار
لإف يعني رايت تو ليفت، من اليمين إلى، شاف كيف الأسهم جاية. فقلت له هون الهيرو عبارة عن ريكورد، الشيب تبعه ريكورد، هي الهيرو الشيب تبعه ريكورد، والليبل تبعه لاحظوا الهيرو الأور ساين زائد، فلما أعمل زي هيك بصير يسوي لي لاينز بين الريكوردز، عشان هيك هذا اسمه ريكورد. بتحط هنا أكثر من شيء بدك إياه، زائد الهيلث تقول الانتجر سلاش ال يعني ليفت، اعملها هون بالليفت. لاحظوا انه هنا باي ديفولت بحطه بالنص، هنا ليفت هنا ليفت، سيف زائد هي الزائد سيف، حط اللي بدي اياه كله هنا، وهي كمان ليفت الاين. بعدين قال لي الفي فايلن شيب تبعه ريكورد، الليبل يساوي الفايلن زائد الاور زائد الهيلث انتجر، هي حط اياهم، زائد البلد فويد، فكل اللي بين الاورز حط اياهم بين لاينز، سوى لي اياهم زي ريكورد زي ما انتم شايفين عندي هون. فلاحظوا عندي هي اول كلمه اللي هي العنوان، بعدين سوى لي الجمله هاي هيها، حطها بين الاورز وحطها ليفت سلاش ال يعني ليفت، خليها تكون ليفت الايند. بعدين الكاركتر، هي الكاركتر عباره بس الشيب تبعها ريكورد، بس فيها ريكورد. وقلت له الهيرو يذهب للكاركتر، والفاليين يذهب الى الكاركتر، فهذا ذهب للكاركتر وهذا ذهب الى الكاركتر. هون الارو هيد ايش هو؟ عباره عن امتي. فلاحظوا كيف الارو سواه، تحكمنا كمان بالاروز. فهي الاشياء اللي استفدناها في هذا السلايد. نكمل. اذا طب انا ممكن اسوي كمان جرافس من البوتوم، البوتوم تحت الى التوب، بقول له رانك دايركشن من تحت لفوق يعني، وسوي لي الباك جراوند كلر اسود بالطريقه هاي، وخلي لي النود الكلر تبعها زي ما انتم شايفين هاي النودز احمر، والفونت كلر الفونت كلر اسود، لاحظوا كيف، والادج تبعي لون ابيض بالطريقه هاي، خليها الادج بالطريقه هاي. فسوى لي هسه الاثنين، هاي وين الاثنين؟ عمل اشياء معينه. الاثنين عبارة عن، الاثنين عبارة عن ايش؟ الفيل كلر تبعه بطريقة معينة، الستايل تبعه كلر بطريقة معينة، والفونت كلر بطريقة معينة. أسرح على هاي ديفولت، هذا ديفولت كلرنج. فكل الديفولت اللي ما حط له هون كلرز معينة راح ياخذ الديفولت كلرز. فهون حددت اثنين وعملت اوفر اوفر يعني اوفر اوفر لودينج للاشياء اللي بالديفولت. بالاشياء اللي كانوا عمل زي انهريتنس الاشياء وعمل عليهم اوفر رايدنج. الكلمه المضبوطه اللي هي الاوفر رايدنج. فباي ديفولت هي النودز، وعمل اشياء معينه هون اوفر رايدنج للكلرز بطريقه معينه لكل نود. بعدين حكى انه واحد يذهب لاثنين، واحد يذهب لثلاثه، واحد يذهب لخمسه. لاحظوا الواحد مش معمول له شيء فاخذ الديفولت، بس اثنين هي الواحد اخذ الديفولت. لاحظوا هيو الديفولت اللي النودز والإتش تبعونه. هنا الاثنين إلى أربعة ماخذ الكلر معين الإتش تبعه، من اثنين لأربعة، هي اثنين لأربعة أخذ الأحمر، لاحظوا اثنين لستة أخذ كمان الأحمر، هاي اثنين أخذ لون الأحمر. فزي ما انتم شايفين you can define default values، بعدين you can override them بنودز معينة. فاللي ما أخذ كلرز معينة لكل نود زي ما عرفتهم أخذ الديفولت. فطلع عندي هون أسود باك جراوند وعمل النودز بالطريقة هاي. فشوف كيف البيوتي وجمال إنك تتعامل مع الجرافس بالطريقة اللي أنت تراها مناسبة. فنشوف هون مثلا جرافس كمان النود، هاي عندي هون مثلا النود الشيب تبعي عبارة عن أرو، نود الشيب تبعي عبارة عن أرو، فهي أرو أرو، هاي تو أروز، الليبل تبعه واحد واثنين وثلاث، واحد واثنين وثلاث. خلينا نشوف، شوف عمل الديفولت لهم ارو، بس هون عمر عمل للثالث الشيب تبعها ايج، هاي الايج زي ما انتم شايفين. فباي ديفولت اللي مش معمول له شيب اخذ الليبل ان اي، اخذ الليبل هي ان اي ان اي، واخذ الشيب الارو. الثالث اخذ الشيب الايج، لان انا حاط له اكسبليسيتلي انه انا بدي الشيب لهذا النود بالذات عباره عن ايج، هي عمل زي الايج زي البيضه. النود شيب يساوي ستار، هي الشيب يساوي ستار بوث ثنتين الاربعه والخمسه.
ومن الليفت للرايت، هي الليفت للرايت، وعملي من 1 ل 2 2 3 3 ل 4 4 ل 5. طبعا ممكن يسويها 1 ل 2 ل 3 ل 4 ل 5، فعمل لي الشكل بالطريقه هاي. كمان خلينا ناخذ مونوغرافس. طبعا هذول 3 لاينز حطيتهم هون بس يعني ما كررتهمش على كل جراف، بس هي اجين يعني عشان نذكركم انه عندي 3 لاينز بقرا فيهم هذا الملف وبرسم هاي الرسمه. ممكن اخزنهم اس في جي او ممكن اخزنهم بي ان جي او بي دي اف. فقرات هي الديمو 3، هي الديمو 3 وانا اشوف شو سوى. سوى لي الرانك من الليفت للرايت، هي الليفت للرايت اتجاه الجراف. السايز 8.5 سايز كل الجراف. النود الشيب يساوي دبل سيركل، دبل سيركل يعني تو سيركلز دائرتين فوق بعض، لا لهذول ال ار اندرسكور 0 ال ار 3 و4 و8 هاي وهاي وهاي وهاي. والنودز الثانيات باي ديفولت خلي لي اياهم سيركل، كل النودز الثانيات عباره عن سيركلز. وعمل ال ار اندرسكور 0 يذهب الى ال ار 2 والليبل خلي لي اس اس بي. فوين ال 0؟ ال ار 0 هي ال ار 0 راح الى 2، هي راح 2 وهي الليبل تبعه. فلاحظوا ما اسهل كيف بنى بالطريقه هاي. الموضوع سهل جدا جدا يعني ستريت فورورد، ما بده اي تعقيدات على الاطلاق. لاحظوا مثلا ال ار 1 يذهب الى ال ار 3، ال ار 1 يذهب الى ال ار 2، وبعدين هون كتب شيء معين بطريقه معينه، فزي ما انتم شايفين هون فبنى فيهم كل اللايرز هاي. والموضوع سهل جدا زي ما انتم شايفين، كل ما هناك انت بتعرف شو النودز الشيبس بدك اياها والديفولت شيبس. عرفونا شيبس معينه لا نقال لنودز معينه زي ما انتم شايفين، وباقي النودز اخذت السيركل. هون خلينا نشوف ايش اسمه سب جرافز. سب جراف انك تسوي جراف معين وتحط هون عليه اكسبليسيتلي تسوي له سب. فهنا عمل اول رانك كل الرانك بشكل عام، رايت رايت ليفت تو رايت، فالجراف كله بشكل عام من الليفت من اليسار الى اليمين. نيو رانك يساوي ترو، الاي يذهب للبي، الاي يذهب للبي، والاي يذهب للسي، اي يذهب للسي، والبي متصل مع سي، هي بي متصل مع سي، والسي متصل مع دي، هي مع دي. الان سب جراف كلستر الليبل، الليبل تبع السب جراف الثاني ايش هو صار؟ بي سي اند سي سي اس، هيو بي سي اند سي اس، سوالي له كابشن عنوان للسب جراف، حط فيهم اثنين اللي هم بي وسي، هي بي وسي، وخلى الرانك تبعهم سيم عشان يجوا ترتيبهم يكونوا تحت بعض. فهيك قدرت اني اسوي سب جراف من الجراف كله. فهي الجراف كله رسمته كامل واي كونكتد ات، وعملت سب جراف كلستر معينه وسميت باسم معين للكلستر، واعطيتها ليبل وعملتها لها الرانك تبعي سيم انه يكونوا بي وسي بالسب جراف هذا على نفس الاتجاه. نكمل من الجرافز، هلا ناخذ جراف جديد سب جراف. لاحظوا كيف بدي اتحكم الان ارسم هذا الجراف. انا عندي هنا جراي وعندي هنا وايت، اللي جوا هاي عباره عن وايت كمان، وهاي عباره عن جراي اللي جوا النودز، وهذا عباره عن ازرق. عندي هون ستار، عندي هون اند. فلاحظوا عندي سب تو سب جرافز. السب جراف الاول ستايل فيلد والكلر لايت جراي، هيو لايت جراي. النود ستايل تبعها الفيلد والكلر وايت، اللي جواتهم كلر وايت. لا النودز، والنودز عباره عن A0 1 2 3 موصلتين ورا بعض. لاحظين كيف؟ الان قلت له الليبل، الليبل 1، الليبل 1 يساوي بروسيس 1، هي هي الليبل. طيب نيجي على الكلاستر الثاني، حط الستايل تبعه فيلد و B ل 1 2 3 0 1 2 3 وعمل الليبل اللي هو بروسيس 2، هي بروسيس 2، والكلر تبعه يساوي بلو، هي الازرق. الان الستارت برا، انا برا السب جرافز، عندي ستارت، الستارت يذهب الى الاي 0، هي الستارت يذهب الى الاي 0، والستارت يذهب الى الاي بي 0، هي بي 0. فهذول برا طبعا اللي هو الكلستر الاساسي الكبير، ذهب هون وذهب هون. وعمل اذر جراف كونكشنز وقال له بعدين الستارت، الستارت الشيب خلي لي
الام دايموند، خلي الشيب زي الدايموند زي الالماس، هي الشيب تبعه. والاند الشيب تبعه خلي لي سكوير، هي سكوير ام سكوير بالطريقة هاي. فلاحظوا كيف يعني الموضوع سهل جدا، زي ما انتم شايفين، مع انه شكل جراف بده شغل، بس هي الدوت دوت فايل اللي بيحتوي على كل سب جرافز مع كل النودز اللي موجودين هون. طيب ناخذ كمان سب جراف، هي كمان سب جراف اخر، السب جراف 0 هذا الاول، ليبل سب جراف A، هي سب جراف A، في عنده A B C D A B C D موصلات. والسب جراف الثاني عبارة عن A بتروح للF، الA طبعا موجودة هون، فبرسم من الA وحط الF جوا هون، فالA من السب جراف هذا أوديها على الF، والF للC. طبعا في هايرايك معين، فالA أخذها من أول سب جراف اللي فعمل زي كلاسترز، كلاستر 0 وكلاستر 1، وعملها بالطريقة هاي. More examples، هاي مثلا واحد معمول بالطريقة هاي، لاحظوا كيف الرانك دايركشن من اليسار لليمين، هيهم وعمل A تروح لل B و C و D، هي A بتروح لل B و C و D مرة واحدة، A ذاهبة متصلة مع B و C و D، B متصلة مع C E، وهكذا. فسوى كل هاي الرسم بالطريقة هاي. لاحظوا هون ان هنا سويت ترتيب معين لهاي وترتيب معين لهاي، مش زي قبل السلايد اللي قبله كان يعني مرسومها بطريقة يعني ورا بعض، هون خليت ترتيب معين يمشي بترتيب معين. فهنا سويت الـ A يذهب إلى B و C و D، كما B يذهب إلى متصلة مع C و E، وهكذا. بعدين قلت له الرانك خلي لي سين للـ B و C و D، هي B و C و D نفس الاتجاه، بعدين الـ E و F G، E F G سوى الرانك سين على السيم دايركشن، سيم دايركشن سيم دايركشن، وهكذا. فلاحظتوا بين الجراف اللي قبل شوي بالسلايد اللي قبله وبين هذا الجراف كيف قدرت تتحكم باتجاهات وين موجودات النودز. طيب خلينا ناخذ مور اتريبيوتس. لاحظوا هنا مقاس الجراف هذا، A يذهب لل B، هي A يذهب لل B، بس خلي لي الدايركشن بوث كلر، بوث والكلر ريد بلو، فالدايركشن بوث طالع بين B و A وبين كمان A و B، two directions إذا بتلاحظوا. وخليت واحد أزرق واحد أحمر، هاي الأحمر نازل والأزرق طالع، فعملت both directions بالطريقة هاي. بين C و D خليت direction none، ما فيش directions، هاي بس عمل خط. وخليت الكلر green red 0.25 البرسنتج وبلو، فلاحظوا كيف سوى لي green red blue، green red بلو، وال 0.25 البرسنتج للايتم اللي هو احمر. انذر جراف، هنا مثلا شيب A اخذ الشيب دايموند زي الدايموند، بعدين B الشيب تبعها بوكس، والسي الشيب تبعها سيركل. هسه A ذهب لل B، بس لاحظوا كيف هنا عملت بالاكزامبل مره كيف يطلع ارو، مره هيك ومره هيك. ستايل تبعه داشت، هي داشت. الكلر جري، تحكمت بالكلر والستايل تبعه. هنا بين A و C الكلر يساوي بلاك انفيرس بلاك، بلاك انفيرس بلاك، زي ما انتم شايفين هي بلاك انفيرس يعني ابيض بعدين بلاك. واخر واحد البن ويث 5 والارو هيد نان، فما فيش إلو يعني هيد رأس للسهم. وخليت البنت كبيرة، البن ويدث اللي هو عمق القلم خليته يكون 5، فطلع معي بالطريقة هاي. فلاحظوا كيف أنا قدرت أتحكم بالجرافس بالطريقة اللي أنا بدي إياها. هنا مور أتريبيوتس، هنا مثلا عملت نود اللي هو فونت نيم، خليته للنود شيء معين. النود الأولى شيب ريكورد، ليبل تبعها هي النود الأولى، الليبل تبعها شيب يساوي كمان ريكورد، هي شيب ريكورد. في عندي هون أبوف، بعدين عملت هون متصلة مع، لاحظوا كيف عملت هون برانثيسيز ثنتين، فهذا بسوي لي أنذر لاير، عمل لي أبوف ميدل بلو، هي أبوف ميدل بلو، بعدين الرايت لحالها أور، هي الأور ساين مع الرايت.
فعمل الشيب الاول بالطريقه هاي، بعدين الشيب الثاني عباره عن بلين تكست، تكست عادي، وكتب فيه هذا زي ما انتم شايفين كله كتبه بالطريقه هاي، فقدرت اني اسوي واجمع بين تو شيبس بالطريقه. نكمل على مثال اخر كمان، الان هنا مثال كمان بدي ارسم هاي الرسم بالطريقه هاي، فقلت الليبل عباره عن فو ذا بار اند ذا باز، هاي الليبل، واللوكيشن تبعه ليبل لوكيشن توب، حطه بالتوب، والنود عباره عن بلين تكست، بلين تكست، والفو هاي الفو ذهب للبار وذهب للباز، هاي الفو ذهب للبار وذهب للباز بالطريقه هاي. نكمل على ما كمان اكزامبلز اخرى. طبعا الهدف من اعطاء كل الاكزامبلز هاي عشان تشوفوا التنوع في الجرافس وكيف ممكن تتحكموا فيها. هون عندنا مثلا الشيب يساوي ريكورد مربع يعني او مستطيل، رانك عمل رانك يساوي سيم للار اي والاي اس اي والتي اي، فعمل رانك يعني هذولا نفس الرانك هيهم زي ما انتم شايفين، والرانك الثاني اللي هو يو بي وبي زي ما انتم شايفين في بي اند دبليو بي، فعمل رانك ثاني لهي، فعمل رانك لهذول ولهذول، الار اي متصله مع اس اي وهكذا. فلاحظوا اللي طلعت برا التي واليو لانه مش عاملهم سيم، فعمل التي واليو برا وعمل هذول على السيم رانك زي ما انتم شايفين بالطريقه هاي. بنكمل الان مع امثله اخرى، والان نشوف انه هل ممكن ان نطلع ال HTML tags موجودة جوا ال dot file. yes you can. هلا شو معنى ذلك؟ يعني بقول له ايه HTML table، بقول له مثلا الشيب عبارة عن plain text، الكلر بدي اياه بلو، والليبل الليبل اللي بتحطه جوا التاج عبارة عن HTML tags زي ما انتم ملاحظين هون، عملت table وبوردر وسيل بوردر عامله يساوي زيرو اللي جوا، وهي tr وtd column 1 فو column 2 وبار زي ما انتم شايفين، وسكرت كل تي دي وتي ارز وسكرت التيبل وانهيت الاي اتش تي ام ال تيبل. فانتم ممكن حتى تعملوا زي مابنج ل اتش تي ام ال جوا الدوت فايل وتطلعوا فيه جراف. ناخذ جراف ثاني، هذا البوليجون، البوليجونز اللي هم بتسووا عده سايدز الجوانب معينه، بدكم كم جانب مثلا، هنا مثلا قايل له انا A يذهب للبي يذهب للسي، فA يذهب للبي والبي يذهب للسي، هي البي يذهب للسي والبي كذلك يذهب للدي، وحامل ليبلز لكل هذول. هي A شيب، شيب الليبل زي ما هو لانه ما غيرت فيه، فالبوليجن قلت له الشيب عباره عن بوليجن. البوليجن سايز العدد جوانبه خمسه، هي 1 2 3 4 5، فعدد الجوانب خمسة. بريفيرز اللي هم ثلاثة طبقات، هي 1 2 3 طبقات زي إذا بتلاحظوا، والكلر اللي هو اللون الأزرق السماوي لايت بلو، والستايل فيل، فهي أول آيتم. السي الشيب بوليجون سايد أربعة، السي فواحد هي السي، السي طبعا هي الليبل تبعه هلو وولد، فهي السي الليبل تبعه هلو وولد، والسايد كم تبعه؟ 4 1 2 3 4، وعملنا سكيو ميلناه شوية بدرجة 0.4 وهلو وورلد. فلاحظوا قديش انت ممكن تتحكم بالبوليجنز وتسوي شكل معين بسايدز معينة وتعمل له سكيو يعني تمييل اعطائه ميلان. دي اللي هو انفيرس تريانجل، انفيرس تريانجل يعني هي تريانجل معكوس لتحت، هي دي. والاي عباره عن بوليجون السايز تبعه 4، والديستورشن 0.7 عمل ديستورشن يعني عمل زي ديستورشن يعني بالعربي انه اعطى قيم بشكل راندوم بشكل 0.7 ديستورشن من كل واحد للثاني، فاعطى قيمه لهاي وقيمه لهاي وعمل ديستورشن. ديستورشن يعني تشويه خلينا نسميها بالعربي. لاحظوا انه هذول مش متساويات، فقيمه التشويه 0.7 حتى يقلل هذول يعطيهم زي راندوم، مش راندوم 0.7 نسبه التشويه للبوليجن هذا. طبعا هذا مش موصول لاي شيء لانه لحاله هي اي،
لاحظوا هون ما في اي، فعملوا لحاله برا. طيب خلينا نشوف هسه الباينري سيرش تري يوزنج ريكوردز. هسه اذا بتتذكروا بالداتا ستراكشر او بالالجوريثمز، في تري معروفه اسمها باينري سيرش تري، باينري سيرش تري اللي هي بشكل هذا. بديش ادخل بتفاصيلها لانه هذا موضوع داتا ستراكشر والالجوريثمز، بس بنشوف كيف هاو تو كونستراكتد عندنا، كيف نبنيها. الموضوع كذلك سهل. لاحظوا اول شيء بنقول النود الشيب عباره عن ريكورد، فالريكورد بتحكم انا في معلوماته جواته ريكورد، هذا معناته الريكورد. الهايت 0.1 بشكل عام لكل النودز. هسه نود 0 الليبل تبعها يساوي، عندي اذا بتلاحظوا فيها 3 سيلز جواتها، هي واحده وفي اور، هي الثانيه في اور، وهي الثالثه. فالاولى هاي اسمها، فاف 0 ريفرنس نيم لهاي اللي هي اسمها جي، اف 1 اللي هي ريفيرس تو جي للمربع هذا، واف 2 ريفير للمربع هذا. هي اول نود، فاف 0 اف 1 واف 2 اف 0 اف 1 وهي اف 2، والجي هي الجي اللي هي اسمها. لاحظ حطيت اور ساين بين كل هذول الثلاثه. طيب نفس الشيء عملنا لكل هذول الثانيات، ماشي الحال. هاي طبعا النود 0، النود 0 جواتها اف 0 اف 1 واف 2، نود 1 جواتها اف 0 اف 1 اف 1 اف 2 وهكذا. لما نيجي نقول نود 0 هي نود 0، الاف 2 الاف 2 بالنود 0 هي النود 0، وين الاف 2 هي الاف 2 هي الاف 2، تذهب الى النود 4 هي النود 4 لا اف 1 لا اف 1 هي النود 4 هي اف 1 للار يعني. فجبت من المربع هذا اللي هو الاف 2 لا النود رقم 4 اللي هي هاي لا المربع اللي هو اف 1 اف 1 هيو. ف اف 2 جوا النود 0 هي النود 0، تذهب الى النود 4 لاف 1، فجي المربع هذا هنا ذهب سهم هون للمربع هذا وهكذا. فالموضوع سهل يعني، بس بدكم تدربوا عليه. نشوف شيء كمان جدا ممتاز اللي هو الهاش تيبل بالداتا ستراكشر وبالالجوريثمز، معروف هذا المفهوم. فكيف بدك تبني انت هاش تيبل؟ كمان الموضوع سهل. اعمل هنا نود ستيب يساوي 0.05، الرانك دايركشن الاتجاه الرسم من اليسار الى اليمين زي ما انتم ملاحظين، من اليسار الى اليمين كل الرسوم جاي زي هيك. النود شيب عباره عن ريكورد، والويدث 0.1 والهايت 0.1، فحدد الهايت والويدث للريكورد هذا، حدد الهايت والويدث 0.101 يعني تقريبا هي مربع. الان حكى نود 0 اللي هي تتكون من اف 0 اور اف 1 F2 F3 4 5 6 هين كلهن ورا تحت بعض، والهايت يساوي 2.5. الهايت شو يساوي؟ 2.5. فحدد اول واحد اللي هي، بعدين عمل نود ويدث يساوي 1.5 نود ويدث، وصار يكتب هذولا. فاول واحدة زي ما تعلمنا قبل شوية كتب نود واحد اللي هي ليبل ال N N14 or 719 وحط هنا P. فهي سوى أول واحدة النود هاي اللي هي N14 719 وحط هاي النود فاضية. بعدين طبعا سوى كل هذول الرسمات بالطريقة نفسها هاي. بعدين حكى هون نود 0، هاي النود 0 نود 0 الF0 اللي هي أول واحدة هاي اللي هي هاي أول نود، تذهب إلى إيش؟ نود 1 N، هاي نود 1 اللي هي اسمها N، لاحظوا N اسم النود N. فذهب من ذهب من F0 بالنود 0 إلى النود رقم 1 اللي اسمها N، اللي هي اسمها N. فبالطريقة هاي عمل كل الأشياء الثانية. فالموضوع زي ما انتم شايفين straight forward، سهل. ممكن تسوي فيها هاش تيبلز، ممكن تسوي فيها أشياء كثيرة غير كمان الهاش. الان اعطينا اكزامبلز على الدوت فايلز. طب يا ترى في هسه ممكن واحد يسال سؤال، انا بديش اتعامل مع الدوت فايلز، انا بدي ابني بنفس الكود تبع بايثون هاي النودز، كان اي دو ات؟ يس يو كان،
تقدر تسوي الموضوع هذا. خلينا ناخذ مثال نشوف بدنا نسوي هاي الرسمه عن طريق الكود بايثون نفسه itself بدون ما اقرا دوت فايل. فشو اول شيء بسوي؟ بقول له import by dot plus، بقول له graph يساوي by dot plus dot dot، والgraph type اللي هو directional graph. الان node a بعرف node الان تساوي by dot plus يساوي dot node، فهي انا اسد اسوي node اسمها node a، الستايل تبعها filled، وهي الكلر red الكلر احمر، هي اول node عرفتها node هاي. اذا هي عرفت انا node في الجراث لاحظ. طيب الان بدي اسوي النود رقم b اللي هي by dot plus dot node node b، الستايل تبعها filled والكلر تبعها green، هي green، وهكذا سوى كل الاذر نودز. الان بدي اعرف كمان الايدجز بين كل النقاط. فجراف دوت اد اول شيء عمل اد للنود، عمل اد نود. طبعا هون لما انت عرفت النود لسه انت ما ضفتش على جراف، انت عرفت النودز هاي تعريف لسه ما رسمتها ولا ضفتها على جراف. فهم بدي اقول له جراف، هاي الجراف دوت اد نود اللي هي نود A و B و C و D، فضفت هاي النودز عوين على هذا الجراف. بدنا الان بقول له اضيف الايدجز، هسه بدي اعرف الايدجز. بقول له الوصول الوصل بين كل النقاط كما يلي: graph dot add edge by dot plus dot edge من node underscore a ل b، من a ل b، هي من a ل b، ومن b ل c، هي b ل c، ومن c ل d، من c ل d. طيب لاحظوا هسه هون شو سوى؟ عرف واحدة ثنتين ثلاث. خلينا نشوف هسه شو بسوي تحت. الان graph dot add edge كمان ضفنا كمان edge ل dot edge node d، هي node d، ودي لي على node a، هي كمان node a، وخلي لي الليبل تبع هاي، وهي الليبل تبع هذا edge اللي هو and back we go again. هيا فعرفت هنا بالكود تبع بايثون edge بطريقة تفصيلية، وعطيته color وعطيته font size لهذا الحكي وعملته color blue. فلاحظوا ممكن تتحكموا بكل تفاصيل الرسم هاي عن طريق الباي دوت بلس بالكود نفسه تبع بايثون. فانت ممكن تسوي جراف اون ذا فلاي، يعني بنفس الكود تو جنريت كونستراكت هاب بدل ما تقرا الدوت فايل. باخر شو بقول له؟ بقول له جراف دوت رايت بي ان جي، سوي لي الايمج، طلع لي دوت بي ان جي، فبطلع لي اياه بالطريقه زي ما انتم شايفين. فهي اسهل طريقه اني كيف انا اسوي كود معين حتى ابني كل النودز هاي بدل ما اقراه من دوت فايل. خلينا نشوف مثال ثاني، طريقه ثانيه. عرفت هون انا عندي جراف زي ما شفنا قبل شويه، وعملت الايدجز عباره عن ليست اوف تابلز، واحد واثنين، يعني واحد واثنين وصل لي اياهم، وواحد وثلاث وصل لي اياهم. بس هسه بنشوف كيف بدنا نسويها هاي النودز. عرفت كمان تابلز جوا ليست، قلت له واحد اسمها الليبل تبعها A والكلر جرين، اثنين B والكلر تبعها بلو. طبعا مش كلر اسهل، نيجي نعرف كيف هون باللوبس، بدنا نعمل لوبس على هذولا ونعمل كونستراكت بالطريقه هاي. فاول شيء انا ضفت، انا ممكن اقول له فور اي ان ذا ايدجز، هي الايدجز اللي موجود عندي امشي لي عليهم، هي الايدجز اعمل لي عليهم، وسوي لي بي تي بي، هي بي تي بي، عملت امبورت للبي تي بي دوت ايدج من اي اوف 0، هي من يعني من 1 ل اي اوف 1 ل 2، فمن 1 ل 2 بدي يسوي لي ايدج معين زي ما انتم شايفين. لما بمشي على النودز بقول له نود يساوي بي تي بي دوت نود دوت نود، بعطيه اسم نود اللي هي نيم اوف زيرو، هي الرقم اسمها، والليبل تبعها الايتم رقم واحد هي اسمه ايه، والفيلد كلر اللي هو الايتم رقم ثلاث، والستايل تبعها فيلد. فبالطريقه هذه بمشي عليهم كلهم، بقرا هذول الانفورميشن باللوب نفسها وببني الجراف هاي. بالاخير بقول له اد نود، طبعا نضيف هاي النود. انا عملت نود معين بدي اضيف النود على الجراف، وبالاخير بقول له رايت بي ان جي لبي ان جي وبي دي اف، فسوى لي تو فايز وطبع لي اياهم بالطريقه هاي. فهي الطريقه اني بسوي بالكود نفسه اني ابني تري معينه بطريقه معينه بالوان معينه بخصائص معينه. طبعا في كثير خصائص كمان موجوده لا يتسع مجال اني اذكرها كلها، لكن ترجعوا للدوكيومنتيشن فيها كل التفاصيل هاي. الان خلينا ناخذ بلوتنج على ديسجن تري، نرجع على الماشين ليرنينج ونشوف كان وي دو مثلا بلوتنج تبعت الباي دوت بلس
من الديسجن تري الجوريثم بالطريقه هاي. فلاحظوا انتم الديسجن تري هو عباره عن الجوريثم معين بينتهي انه كيف بسوي زي الديسجن تري. فانا بدي اظهرها بالطريقه هاي. فهي عملت اسكي ليرن امبورت تري اسكي ليرن داتا سيت لود ايريس داتا، وعملت اي بايثون ديسبلاي ايمج. هاي ممكن اخليها ممكن اشيلها اذا بدي انا اعمل بس ديسبلاي للايمج. الانبوت اي او والاهم شيء الباي دوت بلس بالاضافه للاسكي ليرن. فهون عملت الايريس داتا وعملت الديسجن تري وعملت له فيت للايريس داتا والايريس داتا. طبعا هذا في بدك ترجع للماشين ليرنينج الجوريثمز حتى تشوفوا كيف تكونستراكت هاي الداتا، لكن احنا بهمنا بس نشوف هاو تو بلوت ات. قلت الدوت داتا يساوي اي او سترينج اي او وتري دوت اكسبورت لجرافايز لسي ال اف، هي سي ال اف، والاوت فايل دوت داتا. لان قلت له هنا جراف يساوي باي دوت بلس دوت جرافايز دوت جراف فروم داتا دوت داتا اندرسكور داتا. لاحظوا استعملت الداتا وقلت له دوت داتا جيت فاليوز، جيب كل الفاليوز. وقلت له هنا اطبع لي الرسمة على بي ان جي، وفعلا سوى لي الرسمة على الايمج على بالطريقة هاي. اذا بتروح على الكرنت فولدر اللي شغالين عليه بتطلع هاي الايمج. لو بدي انا تشو الايمج عندي بعد ما اخلصها بقول له ايمج اللي هي الايمج تبعت الاي بايثون، بقول له جراف دوت كرييت بي ان جي، بيطلع لي كمان الايمج عندي على الشاشة بالطريقة هاي. فقدرت اني اسوي ديسجن تري عن طريق الباي دوت بلس زي ما انتم شفتوا. كمان ناخذ مثال كمان ثاني. هاي مثلا مثال نفس الشيء. اذا عملت انا مثلا بدي اسوي ديسجن تري، عملت هون اسكيلرن لتري، هاي عندي داتا معينه هون وعندي واي فعندي اكس وواي، عملت ديسجن تري كلاسيفاير وعملت فيت للداتا. وهي زي ما انتم شايفين عملت تري اكسبورت جرافايز جراف فايز، ودخلت كل الانفورميشن اللي بدي اياها انا موجوده هون. بعدين قلت له باي دوت بلس اعمل لي من الديت اللي اخذتها هون اعمل لي جنريت، حددت الكلرز وعملت هون فور لوبس حتى اني ابني الديتا بطريقه معينه، بحيث الديتا هاي اللي بدي ابنيها اعطيها كلرنج معين. زي ما انتم شايفين عملت اشياء كلرنج معين حسب كونديشنز معينه هون، واتحكمت بكل نود موجود عندي بالديسجن تري. قبل شوي شفناه باي ديفولت اعطاني اياه نفسه كله باللون الابيض والكلر معين، لكن هنا عملت تفاصيل اكثر ودخلت عملت كونستراكشن للديسجن تري بطريقتي انا كستمايزد. فهي الطريقه اللي انا بشتغل فيها حتى ابني ديسجن تري بس بطريقه كستمايزد. لان ناخذ اخر مثال على ديسجن تري، نسوي تري كبيره تشوفوا كيف. فعملت انا امبورتنج لكل اللايبرري زي ما انتم شايفين هون اللي هي اهم شيء الديسجن تري. عملت الداتا اللي بدي اشتغل عليها، عملت الداونلود وحضرت الداتا وعملت الاكستريم والواي ترين بالماشين ليرنينج بالديسجن تري، وعملت كلاسيفاير وعملت له فيت، وهنا عملت بريدكت لداتا معينه وطبعت الاكيورسي. الان بدي اقرا الداتا هاي، فبسوي الدوت underscore data يساوي tree export graph vis، ودخلت في كل الانفورميشن تبعات الكلاسيفاير اللي عندي. وهنا قلت له by dot plus dot graph from dot data، الداتا اللي اخذتها عملت من هنا. لاحظوا والان ممكن امشي عليها بالتفصيل بلوبس تو لوبس حتى احضر النودز واحضر الايدجز بين النودز، والاوتبوت كما راح تشوفوا الان. هاي الاوتبوت عباره عن very big decision tree زي ما انتم شايفين مسوي ومعمول بطريقه معينه. طيب الان في عندنا باي دوت اكزامبلز. احنا اللي قبل شوي شرحناه كله على الباي دوت بلس لايبرري، بس في لايبرري ثانيه اسمها الباي دوت. طبعا انا ما بنصحش تستعملوها، لكن هي نفس الاكزامبلز اللي تقريبا مرينا عليهم. نستعرضهم 2 3 اكزامبلز بشكل سريع جدا. هي مثلا لو بدي اسوي جراف بالطريقه هاي، استعملت الباي دوت وحاضر عملت ماي جراف يساوي سترينج معين زي ما شفنا بالباي دوت بلس. وقلت له هنا الباي دوت دوت جراف فروم داتا، هي الداتا تبعتي، وقلت له ارسم لي اياها. بس هنا في شيء معين بدكم تلاحظوه، انه الباي دوت لما اسويها بالطريقه هاي بدي اعمل هاي، باخذ هاي كعباره عن ليست. فانا هاي بدي اخذ اول جراف اللي هو اوف زيرو، فهذا الجراف الاول. فانت هون ممكن تسوي اكثر من جراف جوا السترينج وتحدد اي جراف انت بدك تطبعه. فانا قلت له اطبع لي اوف زيرو يعني جراف الاول،
لحظة يطبع لي الجراف، الجراف اللي هو ما في غيره أصلاً، فأوف زيرو، أوف زيرو يعني هذا الايتم. طبعا الحسام بذهب لأي، بذهب للبي. لاحظوا هنا مثلا قرأت بالباي دوت تكست فايل عادي، هيو باي دوت جراف فروم دوت فايل، هي الدوت فايل زي ما انتم شايفين، وحطيته على الرايت بي ان جي، فقرأ الملف الدوت هذا عن طريق الجملة الأولى، وعمل لي هاي الجراف عن طريق الجملة الثانية. بس هون لاحظوا كمان حطيت اوف زيرو، لاحظوا اذا ما بتحط اوف زيرو بعطيكم ايرور، لان هون بتعامل بالباي دوت باخذ كل الجرافز اللي جوا الملف هذا وبعملهم انيوميريشن كانهم في موجودين في ليست، فهون ممكن نسوي اكثر من جراف زي ما راح نشوف هسه بعد شوي. هون مثلا عملنا تو جرافز، هي جراف الاول وهي كمان جراف ثاني، فقلت له اطبع لي هون الجراف اوف 1، فبطبع لي هاي طبعا زيرو وهذا 1، فهذا جراف اوف زيرو جراف اوف 1، طبع لي اياه بالطريقه هاي. الان نفس الشيء الاكزامبل اللي اخذته بالباي دوت بلس موجود بالباي دوت، ما بدي اعيده، لكن هذا نفس الاكزامبل اللي انت بتسوي فيه كود بالباي دوت زي ما انتم شايفين، شرحته بالتفصيل هذا انا، وهي الاوتبوت تبعه، فهذا نفسه المشروع بس هاي باي دوت لايبرري مش الباي دوت بلس. هنا كمان نفس الشيء، ممكن تبني هاي الجراف عن طريق تعمل لوبس، فمثلا ممكن انت تكونستركت اللوبس بطريقه معينه، تقول له هون حضر لي الايدجز، الايدجز اللي باي دوت دوت ايدج كينج، وعمل دوت مع اللورد اوف 1 اوف 0 اوف 1 اوف 2، فبجمعهم كلهم فصار عندي لورد اوف 0 1 2. وهنا عمل كل الايدجز بين كل النودز، هنا عمل الايدج وعمل جراف للادنج للايدج، وهنا عمل الايدج كمان عمل كونكشن الها وضاف الايدج، وعمل التو لوبس اللي حتشتغل تشتغل على كل النودز الموجوده عنده، وطلع الجراف بالطريقه هاي. الان هاي عباره عن بس ريفرنس لكم تشوفوا مثلا انواع الاروز، فمثلا هاي الارو اسمه نورمال، هذا دوت، فلاحظوا كيف الدوت، هذا انفيرس يعني، وهكذا يعني. بعض الجرافس اللي شفناه احنا مثلا اللي هو الفي شفناه عندنا، والهاف اوبن بالطريقه هاي استعملناهم هذولا عندنا بالاكزامبلز، بس شوفوا الاذر كيف الاروز الاسهم كيف انت ممكن تبنيهم، فيري فليكسبل فيري بيوتيفول اند فيري نايس يعني. الستايز ممكن تكون سوليد باي ديفولت، هو سوليد بس ممكن تعملوا داشز او دوتس بالطريقه هاي، بولد دياجونالز بالطريقه هاي، راوندد الى اخره. البيسك ستايل سيتنج اوف الايدجز ممكن تمام بالطريقه هاي، الارو نفسه الستايل داشز الى اخره، واخذنا اكزامبلز عليه. هاي الكلاسترز ممكن يكون مربع داش، كيف نعمل سب كلاسترز بالطريقه زي ما انتم شايفين عندي هون، فكل هاي ممكن تستعملوها انتم كمان في الجرافز. هاي كمان مثلا اللي استعملناها مثلا this is forward this is back، هاي بسموها direction type، بتعملوا مثلا forward او مثلا ممكن تعملوا باك او بوث او نون، استعملنا جزء منهم كمان بالامثله. هاي مثلا النود اتريبيوتس، كيف مثلا يكون الكلر، الفيل كلر، الفونت اللي بدي استعمله، الالفا، الشيبس اللي عندي موجودين استعملنا جزء منهم، الستايلز وهكذا، فكل هذول موجودين عندي ممكن استعملهم في النودز. هاي الايدج اتريبيوتس كمان، الارو سايز ممكن الارو يكون له سايز معين، الارو هيد كيف يكون الدايركشنز وهكذا وهكذا. هاي النود كمان شيبس اجين مرينا عليهم، هاي الاوفال، هاي الايج زي البيضه يعني، هاي الديمون زي الالماسه وهكذا. هاي الارو شيبس كمان الانذر ليست زيهم. هاي مثلا بعض الاكزامبلز انك انت ممكن تطلع جراف بالطريقه هاي، يعني very complicated إذا بتلاحظوا تبنوا فيها جراف بالطريقة هاي أو بالطريقة هاي، very very complicated. هيك إحنا بنكون خلصنا هذا الدرس، يعني حاولت إني يعني أجمع معظم أنواع الجرافس اللي ممكن تبنيها أنت في هذا الدرس، وعسى إن شاء الله تكونوا استفدتوا منهم. طبعا كثير مريت على ويب سايتس وحاولت واشتغلت واجتهدت في بعض الشغلات حتى تكون سيمبل واضحة حتى تستفيدوا بالقدر الكبير، وإن شاء الله نشوفكم في درس لاحق. السلام عليكم.